مشاهدي قناة شوف تيفي تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ليليا واشتبهوا في ارتباطهما بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور وليليا يشبه في ارتباطهما بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. أوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة 9 أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة ليبيا. وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجم معدات وأجهزة معلوماتية عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب ودعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف والسعي المشترك تحديد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين. وذكر المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطاب بحمولة متطرفة وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهابية. كما كشفت الأبحاث والتحريات الموجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في نوفمبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية. وأفاد البلاغ أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين مدينة الناظور والذين يبلغان من العمر 34 في 30 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما تتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين بشرت إجراءات توقيفهم. أبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد مرة أخرى أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحديد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين. كما شاهدتم معنا مشاهدي قناة شوف تيفي تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليليا يشتبه في ارتباطهما بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي الشيخة كاين كل من مدينة الناظور ومدينة ليبيا. يعني الإرهابية بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وعاد خويا كتكون مسئينا بلاصة على قبل البلاغ في مدينة الناظور في مدينة مليليا، يعني وهاد الشي هذا بالتعاون مع المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية. هنا مشاهدي بالنسبة للسيمو كنظن أنك خويا الله دخلتي لهذا البث المباشر، على شنو وقع ان كان تفكيك ديال واحد الخليه ارهابيه بكل من مدينه الناظور ومليليا، وهذا الشيء هذا بالتعاون من المصالح الامنيه ديال المغرب ونظيرتها الاسبانيه. يعني جوج منهم في هذا التعاون هذا قدروا انهم يفكوا هذه الخليه الارهابيه. هنا
هنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر. كنشكركم على حسن المتابعة ونتلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر. السلام عليكم ونهاركم باهي.